من شروط الأذان والإقامة أن يكون من عدل، وإذا قلنا عدل فالكافر ليس بعدل فلا يصح أذانه، لكن لو أذن فمسلم حكمه حتى لو كان مستهزئا أو غير قاصد، نقول أنت بأذانك دخلت في الإسلام، إما أن تلتزم بأحكام الإسلام وإلا تقام عليك أحكام المرتدين، لكن أذانه لا يصح لأنه لا نية له. كذلك المجنون لا نية له، كذلك الطفل غير المميز. وأما الفاسق ففيه قولان لأهل العلم، والراجح أن أذان الفاسق لا يصح، لأن في هذا معارضة لقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ولقوله عليه الصلاة والسلام أمناء الناس على سحورهم وصلاتهم المؤذنون، فمثل هذا ليس بأمين.